اوصل ما بين نقطتين شبه بعض. اتفضل خد القلم. يلا هوصل هنا اللبني زيت دي، هوصلها من فوق كده كده يا جوجو، اطلع برافو عليك. بس كده ناخد اللي بعدها لونها ايه؟ يلا اتفضل افتح القلم. يلا هوصلهم برضو من فوق يا عبد الرحمن، وصلهم ببعض من فوق. ايوه امشي 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 برافو عليك. ايه بعدها لونها ايه؟ اسود. اتفضل قلم اسود. يلا اسود برافو. شيل ايدك ماشي نقطه برافو عليك. بعدين لونها ايه؟ اخضر برافو. اتفضل افتح القلم. ايوه يلا اطلع فوق اخضر برافو عليك ماشي. هذا اللون الاخضر برافو. اخر واحده لونها ايه؟ اصفر. اصفر اصفر برافو. يلا اتفضل وصل وصل اللون الاصفر باللون الاصفر. برافو للتدريبات المعرفيه. حس حركي كمان، يتعرف على الالوان، يلون، يوصل ما بين لونين.